العلاج بالماء الساخن في عملية تنظيم الصوت والحد من الإصابة بفقدان الصوت ومشاكل الحنجرة والالتهابات، خصوصا المغنيين الممثلين المتحدثين كثيرا مثل المحاضرين الخطباء والذين في مناصب دارية وسياسية رفيعة، يساعد في تبييض الأسنان لأنه يزيل الطبقة التي تؤثر على الأسنان. هي طبعا الطبقة هذه تكون ناتجة من الأطعمة، من المشروبات، القهوة والشاي والأخرى. بالتالي غسل الأسنان بالماء الساخن بدرجة حرارة معينة مفيد جدا بشكل يومي وباستمرار، ساعد على بناء جسم الإنسان، إعادة هيكل جسم الإنسان، هيكل سليم لا نحيف جدا ولا سميك جدا. وعملية تنظيم جسم الإنسان من الأعلى إلى الأسفل سواء للرجال أو للنساء، يساعد على عملية كسر السعرات الحرارية، هذا مهم جدا. هناك دراسة دقيقة عملناها تتعلق بارتباط السعرات الحرارية بالماء الساخن بشكل مباشر. بالتالي السر الوحيد مثالي في القضاء على مشكلة كسر السعرات الحرارية تتعلق بكمية الماء والطاقة الحرارية. التعريف العلمي مرتبط مباشرة بالماء الساخن، يساعد على مشكلة البدانة، مشكلة في حرق الدهون، وبالتالي القضاء على شكل البدانة كما أسلفنا. يساعد على تحسين الجماعة أي الذرات الجنسية، مهم جدا فيما يتعلق بهرمونات تفرز بشكل منتظم وينظم. هذه الهرمونات تعتمد على كمية الماء الساخن التي ينتظم الإنسان يواظب عليه بشكل سليم، لأن الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين هذه أربع عناصر أساسية في تفعيل هذا الجانب. اكتشف العالم الأمريكي دكتور فريدون مانجليج بأن مجرد تناول كأس ماء تقوم الغدد في إفراز هرمون جميل الغدد مجرد تناول كأس ماء تقوم الغدد في إفرازه. وبالتالي الماء الساخن أي وجود الطاقة على الماء يساعد عملية إسراع الأنزيمات والتنظيم الأنزيمات وإسراع جميع الغدد، طبعا جميع الغدد في إفراز جميع الهرمونات، ويساعد على القضاء على البكتيريا الضارة وقضاء على السموم، مواد السام ناتجة من المواد الحافظة في الأطعمة، ناتجة من البيئة، ناتجة من مصادر أخرى. يساعد القضاء على مشاكل تتعلق بمشروبات الكحولية والتدخين ومخدرات وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الشخص الذي يواظب على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن يجد صعوبة بالغة أن يتناول المشروبات الكحولية بشكل كثير. من الصعب، مستحيل يخلط بين الاثنين، وهكذا حتى التدخين، وهكذا بالنسبة للمخدرات. وبالتالي الشخص عليه أن يختار إما هذا المواد المضر أو يختار العلاج بالماء الساخن، لأنه يغير طعم حتى هذه المصادر سواء كانت مشروبات كحولية أو حتى التدخين وكذلك المخدرات وكذلك. لذلك الأشخاص الذين حتى المأكولات الدهنية، إذا كان كثرة تناول المأكولات الدهنية يجد الشخص صعوبة جدا، لأنه يصير عملية إخراج كثير. بعض الأشخاص يتوقعون أن أصيبوا بالإسهال، لا، هي نتيجة كثرة تناول المأكولات السرية المشبعة بالدهون إلى آخره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك
فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.